حوريكم اليوم كيف تعملوا مندي المطاعم في البيت. هنا عندي موزات لحم، بهارتها ملح وفلفل أسود وصبغة زعفران، وفي كتر على النار حمرت البهارات الصحيحة. أول ما تطلع ريحتها نضيف البصل والفلفل والطماطم ونقلبهم، بعد كده نضيف الرز المغسول ونضيف له الملح، وطبعا راح نضيف الموية على الرز، الموية تكون دافية، ونغطي القدر بالقسطير ونعمل ثقوب بالسكينة أو بالشوكة، ونحط فوقها موزات اللحم ونغطيها بالقسطير مرة ثانية وندخلها الفرن على حرارة 250 لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين راح نفتح القسطير ونشيك على اللحم، شوفوا كيف شكله ما شاء الله، ونبخره ونغطيه مرة ثانية علشان ياخذ من نكهة التدخين كويس. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الرز انطبخ مرة تمام. ووقت التقديم كمان حبيت أضيف مكسرات محمصة وبصل مقلي، وأهم حاجة الصوصات اللي على الجنب راح أكتب لكم طريقتها تحت. جربوا الوصفة وبألف عافية عليكم.